متزوج عنده سبع جهال كفيك العباس. سبع جهال والله ما شاء الله. والله العظيم عنده سبع جهال. شو تشتغل هسه؟ عمال حاليا. زين هاي اشتغل عمال قاعد ويا اهلك ايجار؟ لا لا وحدي قاعد بالزراعي. احد المقاتلين من الحج الشعبي المرسوخ عقوته من 2015 صوبت. زين وغبت لي 20 يوم وراجعت انه برا ال 20 يوم قالوا انت مفصول بعد. يابا ما يصير يعني شلون انا؟ انت صوبت رجعت؟ صوبت اي صوبت 2015 1/1 صوبت. طبت؟ اي طبت بس غبت لي 20 يوم ورا اللي بدون علمهم؟ اي بدون علمهم اي. زين زين راجعت قالوا انت مفصول غير يعاقبون عليهم ويفصلوني ما يصير هيك. وانت ايش قد خدمتك؟ انا خدمتي سنه من 2014 ست اشهر انا بدون راتب اداوم. ست اشهر بدون راتب. زين بعدين شدونا 600 انه ب 650 انه صار 750 راتبنا. زين زين بس بالبدايه ست اشهر انا بالجهاد يعني ست اشهر انا بدون راتب. زين زين بال 2015 صوبت اخذناها من سامره لحد ما وصلنا للسبايكر. زين زين هناك بالصوبت بالعوجه تكريت صوبت بالابراج. زين وغبت ال 20 يوم ما طلعنا 20 يوم فصلونا كل من الدوام كله. كم واحد بس انت لو اكثر لا وايد جماعته وياي نفس اللواء ونفس السريه هذولهم كلهم غابوا 20 يوم؟ ما ادري بيهم غابوا اي واحد منهم غايب اللي وياي غاب حاله حالي. زين ورجع وهسه طلع اسمه صار له سنه ونص من سنتين من اسمه رجع طلع اسمه لا ليش ما رجعوك؟ انا يقولون لي انتظر الانتظار هاي ما ادري خبلوني بيها انتظر انتظر اسمي موجود عندي رقم احصائي وعندي كتب رسميه واسمي موجود بالحاسبه. زين هسه حاليا انا راجع للهيئه يقولوا لي ها الاسماء كلها مال الحال هيئه الحج الشعبي اي مال هيئه الحج الشعبي. زين يقولوا لي الاسماء كلها نقلت للخضراء يابا هسه وين حل وين اراجع؟ قالوا اروح للخضراء. زين الخضراء هي طب ابن الح الخضراء اهلي وصلنا الها. زين غربوا علينا ذول القائده مالتنا الحج الشعبي غربوا علينا على حالنا وقاتلت ورحت قاتلنا بست اشهر كفيلك العباس صوبت اثناء الواجب؟ صوبت اثناء الواجب هاونات ربعونا بالابراج. زين وهاي عندي تقارير تشهد. زين تقارير يعني رسميه كتب رسميه. زين هذا تأييد مال لجنه الشهداء والجرحى. زين تأييدنا موجود رقم واحد. زين وهذا التقرير الطبي وهاي الاستماره قدمتها مال العوده. زين كتب رسميه هسه يقولوا لي انتظر شو انتظر يعني لحد ما ننتظر من 2015 وهسه احنا 2024 شو وقت انتظر؟ انا قاعد بحي طارق بالاخير بخير حي طارق بالزراعي وعد سبع جهال شو اشتغل هسه ما تقول لي متزوجته متزوج عنده سبع جهال كفيك العباس سبع جهال والله ما شاء الله والله العظيم عنده سبع جهال شو تشتغل هسه عمال حاليا. زين هاي اشتغل عمال قاعد ويا اهلك ايجار؟ لا لا وحدي قاعد بالزراعي. زين بس بالزراعي حي طارق بالاخير بالزراعي. زين حي طارق حسب ما عرفنا هناك مأساة تعبان حي طارق كلش يعني من الخدمات من شو اسمه ماكو معاناة احكي لك على الزراعي يعني.